استمر في سوق الدواء لازم اكون صارف على 3 4 ادويه، يعني مينيمم مليون جنيه، وانا كمان بعد المليون جنيه مش عارف انا هكمل ولا لا. فدي اصبحت بقت مشكله. طبعا الحته بتاعت القطاع الاعمال يمكن هو الدكتور محمود هيوضحها، ولكن انا المشكله الاساسيه في قطاع الاعمال، ويمكن هم احنا كنا في نقابه الصيادله في القاهره في بيتناقش في الموضوع ده، هي مشكلتهم في الفلوس، في القيمه، مش في عدد البوكسات. يعني هو يعني اكتر حاجه هم مظلومين فيها ان كل ادويتهم رخيصه. بتتشحن. يعني هي دي المشكله، ان هم فعلا ظلمهم الحقيقي ان ادويتهم كلهم 3 جنيه و4 جنيه. مع حجم مصانع كبير، مع حجم شغل باليونتس كتيره، فطبيعي هم عندهم ظلم اكبر. يعني هم حللهم ممكن مشكله البوكسات جزئيا هو من باب المساعده، ولكن لو برضه اديتهم سعر وحش فانت ما حلتهمش المشكله. فدي من ضمن النقط اللي المفروض يبقى فيها دراسه اكتر. طبعا الموضوع بتاع التسعير والقصه اللي احنا فيها دي هو الحاجه الاهم اللي المفروض لازم نتناقش فيها، واللي المفروض مصر تبقى ماشيه بيها زينا زي العالم بره، انه يعاد تقييم سعر الدواء ولو كل 5 سنين. كل 5 سنين النهارده حضرتك الموظف العادي في مصر بيزيد كل سنه 10%. احنا لو شركات الدواء كل 5% انت اديتها 5% زياده بس، على الاقل تبقى بتساعد، لان النهارده مع فرق عمله، مع فرق النهارده مصاريف رواتب، مع فرق خامات، انت لازم يبقى في سبورت. ولكن احنا هنا ماشيين الحاجه الوحيده، لان مفيش تحمل الدوله ليها، هو يقول لك ان سوق الدواء لا مساس له. وده مش مظبوط. يعني هو لازم يبقى فيه اعاده نظر. وقد يكون دواء ينزل غالي زي ما دكتور علي قال، السوفالدي ب 15,000، السوفالدي ده بعد سنتين ممكن يبقى ب 12، ممكن يبقى ب 8. يعني هو ممكن يعاد تقييمه، ما يمشيش برضه على السعر. حتى المصري النهارده اللي ب 2600 هو ممكن مع الوقت ينزل ل 1000 جنيه. يبقى في اهتمام بكل الشركات، لازم يبقى في رؤيه واضحه انت عايز تعمل ايه. يعني زي ما الدكتور علي هو عايزين يخشوا جنب السوق العالمي او جنب المقترحات العالميه، ولكن المشكله الحقيقيه اللي عندهم ان هو عايز يعمل كده وهو خانق الشركات، او هو عايز يحرك ناس عن ناس، او هو عايز ما ينفعش. يعني اذا انت عايز تخش العالميه يا تخشها بالصوره كامله يا ما تخشهاش وخلينا ماشيين بنفس الحجم بتاعنا. يعني انا كنت بشبهها زمان في الكوره، يمكن لما كان جوزيه بيمرن هنا كان بيمرن ب 3 5 2 والعالم كله 4 4 2 وانتقادات، بس هو كان ناجح بالطريقه. ما هو فهي دي الطريقه، دي الفكره اللي نتكلم بيها. احنا عايزين نخش جنب السوق العالمي فنتعامل بالمقاييس العالميه كامله. احنا عايزين نشتغل زي ما احنا، واذا احنا ناجحين نشتغل بيها وخلاص. دي وجهه نظري. طبعا القرار احنا في عندنا كميه طرق، لو تحب يعني ببعتها لحضرتك على الميل، يعني المستشار القانوني بتاعنا كتبها، والمفروض احنا يعني هنبدا نتعامل معاهم من خلال النقط في اي وقت ممكن ابعتها لحضرتك. يعني بس في اي حاجه تطلع لي طب ليك في نقاط محدده وطلبات مثلا معينه يا دكتور محمد تطالب مثلا وزاره الصحه بايه؟ ما هو بص حضرتك اعاده نظام التسجيل اللي هو معمول. يعني مبدئيا انت عايزني اصرف على الدواء، اوكي، بس اديني الاول موافقه لجنه فنيه. اديني ما يؤمنني ان انا لما هصرف في الاخر هيبقى معايا الدواء. لا في حاجه نقطه مهمه قلتها يا دكتور محمد، معلش قبل ما اسيبك، هي لابد من شفافيه في البوكسات. تمام. ما زي ما قلت نقطه خطيره جدا، يعني انت بتروح تقدم يقول لك قفل. بس خلاص دون تبرير ولا معرفه مين اللي خدته. هو ليه ما يعملوش اونلاين؟ المفروض يبقى فيه انت لما تيجي تعمل ايميل، يعني انت اللي ما هو مديك فكره نمبر محبوس. الموضوع مش تكنولوجيا على فكره، انا اقدر اعملها. اه انا اقدر اعملها بس مش عارف اعملها عشان عاوز يسرق. معلش. طيب تمام. طيب انا دخلت معاهم في السرقه دي وانا كنت من المتهمين اللي هم الدكتور بيقول عليهم دلوقتي اللي هم بيتعاملوا. انا والله ما اعرف. طب دورك دور ايه يا استاذ؟ دور كنت اللي بيعمل بوكسات يا دكتور اسلام. الاي تي بتاع الاداره المسؤول عن اللعب في الايميلات وجبتهم كلهم. هنختم بيك يا استاذ. اه ما هو دكتور اسلام بقى طبعا في التشغيل دي. دلوقتي جاء دور الكلام عن الصناعه المحليه الوطنيه شركات قطاع الاعمال. بس محمود مريجي بقى يغطي لنا القصه دي كامله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا انا بشكر الدعوه الكريمه اللي وجهها لي اخويا الدكتور علي، ان احنا في كتير من المواقف نتعارض ونتقارب، لكن في الاخر بيهمنا مصلحه واحده وفي مجال محدد احنا بنشتغل فيه. هو اهم حاجه بس عشان نبتدي نتكلم في الموضوع بتاع النهارده نحدد اولويات مين صاحب المصلحه الاولى في مشكله الدواء في مصر، عشان نعرف الاول احنا بنشتغل في صالح الاتجاه السليم، ولا احنا بنشتغل في صالح اشخاص او شركات او الاخر، عشان نحدد صاحب المصلحه. صاحب المصلحه الاولى هو المواطن المصري. تمام. لما يبقى المواطن المصري هو صاحب المصلحه الاولى، يبقى لابد ان الحكومه هي الراعي الاول لهذه المصلحه.
مع الاسف الحكومه دورها غايب تماما تماما عن هذا الدور اللي المفروض تقوم بيه. فلا في عده اشكال وفي عده منظومات صحيه اهمها الدواء. الدواء في مصر كان عندي مشكله التطوير، ان انا كان عندي الاول 11 شركه دواء مصريه، النهارده انا بتكلم في مجموعه شركات تقريبا هو بيزيد كل يوم، يعني حتى قبل القعده اللي احنا فيها في عدد وبعد القعده هيبقى في عدد تاني. تمام كده؟ هل ده بيصب في صالح المواطن او لا؟ تمام. طيب نيجي لصاحب المصلحه الثانيه هو الصيدلي اللي هيتداول هذا النوع من الدواء، هل من مصلحته ان انا اوسع كل الكم ده وان انا اقدر اوفره في صيدليه او لا؟ اعتقد ان ما فيش صاحب صيدليه عادل، يعني مش هنقول ان هم الجماعه اللي اصحاب الملايين او الجماعه اللي برضو، لان البلد ماشيه في اتجاه اصحاب الملايين مع الاسف، في حين المواطن يقول في ده، يعني ده اتجاه سائد. يعني الاتجاه ده بيقول ان ما فيش صيدلي عادل، يعني راجل اتعلم بشكل كويس وبشكل في دوله محترمه وهيبتدي يعمل مشروع ناجح انه يقدر يوفر هذه الكميات، فبيبقى مديون بكميات مهوله من الفلوس، مبالغ مهوله جدا، وفي الاخر ما بيقدرش يوفر متطلبات صيدليته لما فوجئ ان الصيدلي في الاخر بيشتغل شهر كامل وفي الاخر بياخد 1500 جنيه مثلا. دي كارثه، يعني بياخده الميكانيكي بياخد احسن منه يعني. فيبقى ما داعي ان انا ابقى صيدلي واشتغل في دواء واشتغل في حاجه تحت احكام غير عادي ورقابه صارمه والى اخره. النقطه الثانيه في حته تطوير صناعه الدواء، احنا للاسف لما جينا نشتغل في صناعه الدواء بغض النظر القطاع العام او القطاع الخاص وكله، احنا ما عملناش تطوير نوعي في صناعه الدواء، احنا عملنا توسع افقي بس لكن ما عملناش توسع راسي. بمعنى ايه؟ ان احنا مثلا ما عملناش مصنع خام في مصر، في حين ان احنا مثلا في تحالف العاملين لقطاع الدواء اللي انا بشرف برئاسته بالاشتراك مجموعه كبيره من الكيانات اللي بتهتم بالدواء والصيدله في مصر، كان لينا احد المحاولات اعتقد ان المفروض ان ناجحه، قدمناها لاربع انظمه متواليه، اربع انظمه جت ورا بعضيها، قلنا لهم والله يا اخوانا احنا عندنا تجربه، بعتنا حد على حسابنا والراجل راح دوله زي الارجنتين مثلا. وليه الارجنتين؟ قلنا علشان هي دوله بتجمع بين القيمه الفلوس الرخيصه والكفاءه العاليه. عندنا ممكن دول زي دول شرق اسيا جنوب شرق اسيا عندهم رخيص جدا، لكن طبعا لو قلنا لكم التقارير بتاعتهم عامله ازاي هتزعلوا. دول زي غرب اوروبا وامريكا طبعا عارفين ان هم بالنسبه لهم بيتاجروا في اي حاجه وفي كل حاجه ومن ضمنها دمنا يعني. فبعتنا مرتين على حسابنا، ودي كانت موضوع مكلف جدا عشان يبقى فيه تكلفه جهود ذاتيه. الراجل راح اول مره ادونا المصنع كلاس 4 اللي هو المصنع رقم 4 في تصنيع الدواء. قلنا لهم طب ده على اساس ايه؟ قال والله على اساس ان احنا بنعمل سوق جديد. قال لهم لا ده احنا جايبين لكم شغل كويس قوي، بنقول لكم احنا ايه، مصر بتمثل ايه بالنسبه للسوق العالمي في صناعه الخام مثلا. انا اسف ان انا طرقت لهذه النقطه لكنها كان لازم، لان دي احد اهم عوامل التطوير في مصر في صناعه الدواء. فقلنا لهم والله احنا عندنا حرف تي من المحيط للخليج وافريقيا بالكامل، ما عنديش مصنع خام، فده سوقك المفتوح. تمام كده؟ فضلا عن ان انا عندي كذا وكذا وكذا، كل ما توفره الدوله وخاصه القانون الغريب العجيب اللي طلع بتاع حافظ الاستثمار ده، انتوا تقدروا تعملوا ايه؟ ففي الزياره الثانيه ادونا المصنع كلاس 1. خلاص كده ادونا المصنع الاول عندهم. بس كان لهم شرط عجيب جدا اللي احنا متمسكين بيه بغض النظر اختلافنا او اتفاقنا، يعني ان يكون الشريك المصري هو الحكومه المصريه وليس الاشخاص. لانهم عارفين ان في تغيرات وعارفين ان في شركات متعدده الجنسيات وعارفين السوق ممكن يتقلب باللحظه والثانيه، فعايزين يبقى الميثاق ميثاق دولي يعني. والله واحنا عرضنا الكلام ده، قلنا لهم والله فعندكم فرصه من ذهب ولم يستغلها احد حتى تاريخ. ده مع الاسف يعني. الحته الثانيه والمهمه جدا اللي كلنا ما بنراعيهاش سواء قطاع عام او قطاع خاص قبل ما نخش في خضم الخصومه الشريفه او المنافسه الشريفه اللي بيننا، انما هي اساسها ان انا ما عنديش بحث علمي. اوقفت البحث العلمي على الدول الكبرى بس، ودي كارثه من الكوارث الثانيه. في حين ان انا مثلا كان عندي شرط انشاء شركات قطاع الاعمال، انا ما اعرفش ده موجود في القطاع الخاص ولا لا، ان يكون عندي وحده يراسها رئيس قطاع يعني وكيل وزاره. في كل شركه اسمها قطاع الابحاث والرقابه يراقب، وان كل فتره يعمل لي بحث جديد. ده كان شغال لغايه فتره قريبه قبل ما تحصل المنافسات الشرسه، لان ما كانش بيسمع لحد غيري. النهارده انا عندي مراكز ما اعرفش ايه خلفيتها وهي المسيطره على سوق البحث العلمي في مصر، لانه مكلف جدا جدا جدا. انا الاول في قطاع الاعمال العام، انا قطاع غير هادف للربح زي ما تفضل اخواتي الدكاتره وقالوا، انا غير هادف للربح، لكن مش قادر اقوم بالبعد الاجتماعي المنوط بي. ليه؟ لاني مكبل بمجموعه من القرارات العجيبه والغريبه. انا مثلا هنقول على مثال ان لو قلنا ان الامن القومي للمواطن المصري هي صحته، او ان الصحه هي احد محددات الامن القومي في مصر، فاعتقد ان الدواء هي احد اهم هذه المحددات، مش كده ولا؟ لما يكون هذا الامن القومي في صحه المواطن، واقول ان انا عندي 22 مليون كبد وبتكلم في سوفالد ب 2600 جنيه، في حين ان انا عندي قرارات سياديه، انا كده كده بخسر. انا من القطاعات اللي بتخسر في مصر علشان المواطن المصري، وده بشكل مخزي، في حاجه مش مظبوطه.
وده كان معمول علشان قوانين الخصخصه اللي طلعت في التسعينات. الراجل ده قام شايلني من القطاع العام، وما انا ما اسميش قطاع عام بالمناسبه، انا اسمي قطاع الاعمال العام. اللي هو يعني ايه قطاع الاعمال العام؟ هي الكلمه دي هي الكلمه الرنانه المطاطه اللي خلت الشركات تتقشر زي اللوزه المؤشره عشان تجهزها للبيع بقانون 203 لسنه 91. تمام؟ ان ما كسبتش انا هبيعك. يطلع رئيس يطلع وزير الاستثمار الحالي يقول قطاع الاعمال هو صداع في راس اي نظام، يبقى هو رافض فكره ان قطاع الاعمال يشتغل او يتطور. في حين انه بيغفل دوره. في عز نظام مبارك في التسعينات كان لينا وقفات، يمكن احنا كنا اشهر شركه وقفت، وقلنا ما ينفعش، وتعاملنا مع المخابرات قلنا لهم يا ناس المواطن المصري الدنيا راحت. رفع التقرير لمبارك لما بدا يبيع شركات الدواء وبدا ينزل اربع شركات في البورصه، قالوا له هذه صناعات استراتيجيه لا يجب لا يجب. لكن هو النهارده بيبيعني بس بطريقه تانية، انت بتخسر فاكبلك بالديون فمش عارف تكمل، او ما اعمل ايه؟ ابيع مصنعك، انقلك في الصحراء عشان تحط في جبل ما تقدرش تكمل، او من ابيع الارض بتاعتك زي ما بيحصل في مجموعه شركات. يعني لو حد عايز ده نبقى نتطرق ليه بعدين يعني. فانا بقى عندي مشكله مهمه جدا ان انا مش عارف اوافق على الدور بتاعي، مش قادر اعمله، لان طبقا لقرارات التسعير ان انا لازم ابيع بسعر محدد انا متكتف بيه من سنين ما اتغيرش. انا عندي ادويه في مصر يقل ثمنها عن الجنيه، اللي هو في حين ان الورقه الامبلاج زائد النشره الداخليه زائد الفيلم الخام بيعمل 165 قرش. لسه ما حطيتش خام. ده لوحده بس كده من غير عماله من غير حاجه من غير كهرباء من غير طاقه من غير اي حاجه خالص ب 165 قرش، وانا ببيعه باقل من جنيه. طب ما انا مش هقدر ابيعه لان انت حاططني على قانون معيب الاول. فدي سياسه الدوله. الدوله مش عارفه تستغل امكانياتها الاول عشان توفر امن قومها للمواطن المصري. طيب يا عم يا بتاع التسعير انت سعرت لي على اساس ايه؟ بيقول لك والله انا سعرت لك زمان، انت كنت بتجيب الخام مثلا الطن ب 1000 دولار لما كان الدولار ب 3 جنيه. فالطن بيقف عليا الخامه مثلا لو هي خامه واحده بس ب 3000 جنيه، فاوريدي انا كنت ببيع المستحضر بتاعي بجنيه وانا اوريدي ما بكسبش، لكن عامل حد التماس اللي هو لا بكسب ولا بخسر عشان صحه المواطن المصري. طب النهارده الطن ده ما بقاش ب 1000 دولار، بقى ب 5000 دولار، والدولار الواحد بقى ب 7 جنيه وكسور. فانا بتكلم ابو ثلاثه بقى ب 40 وانا مضطر ابيعه بجنيه. طب ازاي؟ طب انا عندي استاذ ابيعه بجنيه ما عنديش مشكله، بس ما تقوليش لو خسرت هبيعك، وما تقوليش لو خسرت مش هديك فلوسك، مش هديك مرتبك، مش هديك حفزك. زي يعني انت النهارده بتدعم صناعات كتير جدا، انت عايز تدعم صناعه الدواء يبقى منك للمواطن من خلال منظومه بشكل او باخر، لكن مش على حساب العامل اللي شغال في شركه في قطاع الاعمال. يعني انا بشتغل في صناعه اكثر خطوره من صناعه البترول، وانت بتدعم صناعه البترول، العامل ما بيتضرش بان البترول يطلع او ينزل، بنزين يغلب بنزين يطلع، هو راجل كويس وشغال كويس، انما انا بالنسبه لي انت ربطت لي الدنيا ببعضيها. طيب انت برضه حاطط لي مشكله ثانيه بتؤثر على الانتاجيه اللي هي ايه؟ ربط الاجر بالانتاج. ودي احد قبل بس ما اخش في القرار، انا اسف ان انا اسهبت في عندي مشكله يعني موضوع مهم جدا يعني. ربط الاجر بالانتاج، النهارده انا كنت بصنع منتج مثلا ب 3 جنيه، تكلفته الحقيقيه اللي احنا عندنا نوعين من التكاليف، تكاليف المباشره والتكاليف غير المباشره. المباشره اللي هي الخامه والولد بس اللي وقف والكهرباء، ان المنتج ده اتكلف قد كده على المكنه لغايه ما طلع، في حين انا عندي مباني وعندي اراضي وعندي اجور موظفين وعندي سيارات وعندي حاجات كتير جدا او مصاريف تسويقيه، كل ده مش داخل في الاجمالي في التكلفه الاجماليه. التكلفه بتاعته 3 جنيه، فانا بخسر في المنتج كام؟ 2 جنيه في كل وحده. بخسر 2 جنيه في كل وحده. لما بيجي يحصل ضغط على السوق ويقول لي انا محتاج انك انت تتواجد بسرعه، لان ده بيخسر في القطاع الخاص اوريدي، لانه بيستثمر والراجل حقه وبيدفع جنيه، ما جابش جنيه وربع على الاقل ما يشتغلش، لكن لو جاب 6 جنيه نشتغل المنتج ده، موضوع ما فيش فيه نقاش، دي اليات السوق الجديده. طب انا اللي مش بتاع اليات السوق، بتاع الدوله. انت محافظ عليا؟ لا مش محافظ عليك. طب ازاي يا عم الحاج؟ انت بتقول لي والله الحقني، بدل ما بتنتج 100,000 وحده وبتخسر 200,000 جنيه في المنتج، لا اعمل لي 500,000 وحده عشان تعوض الشركات اللي انا سحبت منها المنتج او اللي هي مش قادره تكمل نتيجه ارتفاع سعر الخام، فبقيت اخسر مليون جنيه. فيجي في الميزانيه يقول لي انت خسران مليون جنيه، فانا اسف مش قادر اديك مرتبك. يعني انا اشتغلت خمس اضعاف مجهودي وهم مش اديني مرتبي، انت متخيلين المعادله عامله ازاي؟ فالدوله مش عارفه تقيم اصولها. مع الاسف دي نقطه مهمه جدا. في سي مثلا بغض النظر بشكل او باخر لما قال ان عندي السوفالدي، الرئيس طلع في التلفزيون وقال من شهر تقريبا في اللقاء الشهري انا هضطر اشتري من بره. هنا بقى لغاني ولغى القطاع الخاص ولغى القطاع الاستثماري، لغى الدنيا كلها في مصر، وقال عشان سعركم غالي فانا هضطر اشتري ده لان ده امن قومي وكبد ولادي واو الاخر. طب يا عم انا كده كده بخسر، وبخسر مش اقل من 100 مليون جنيه كل سنه، ده اللي هو يعني الفير بتاعي 100 مليون جنيه كل سنه. من ضمن خسارتي استورد انت الخام وبقرار سيادي في المستحضر ده بس، وانا اعمله لك في شهر مليون وحده تنتج في شركه واحده في شهر.
دي امكانيه ديدكتي، انا عندي معامل بتضاهي المعامل العالميه في شهر واحد، لكن ده مش يعني مش وارد ان احنا مش على دماغ الدوله حتى كامكانيات، مع ان عندي شركات موجوده في مصر امكانياتها تضاهي الشركات العالميه. تمام. تضارب المصالح بقى بين المواطن في القرار ده، بين المواطن والصيدلي والشركه. انا يهمني ان انا اوصل دواء امن وفعال ورخيص، او على الاقل مقبول ان انا اقدر اشتريه، اقدر اشتريه بشكل او باخر. طيب هنا امكانيه الشراء هتيجي ازاي؟ من خلال تسعير غير عادل. تسعير غير عادل، هنا الزملاء قالوا ان وجود شركات قطاع الاعمال في البوكسات هيقلل من او هيبقى في عدم توازن بينها وبين الشركات الخاصه والتربه. طيب ما احنا هنا نقول ان التسعير يجب ان التسعير يكون كله عادل، وان يكون اليه التوزيع على المريض بالشكل الاجتماعي خاضع للدوله مش خاضع للشركه. بمعنى انا حنتج زي ما حضرتك هتسعر انا سعر، وش دوله بتاخد منتجي بالكامل وتوزعه على المرضى اللي هي شايفاهم يستحقوا هذا المنتج ويبقى شكل عادل. يبقى هنا التسعير واضح لان فيه اليات. طب هل الاليات دي نقدر نعملها بشكل كويس او الاخر؟ بقول لا، لان احنا مع الاسف مع توافد اكتر من وزير للصحه، مع الاسف ان السياسات واحده والنظام واحد. عندي نقطه مهمه جدا وهي غياب المعايير. قبل الشفافيه في غياب للمعايير اللي هي ايه؟ انا بشوف ان انا لما بروح بقدم مستحضر بقول انا عايز مستحضر، بيركني شويه لك قطاع عام، فوجئ بعد كده ان المستحضر بتاعي انا اللي بقدمه خده الدكتور علي صاحب شركه سين الخاصه. ده في قضايا كتير في السوق بسبب المواضيع دي. طيب يا عم انت عملت ايه؟ قال لك والله احنا شايفين ان انت جيت متاخر. جيت متاخر اذا كنت انا اللي عامله، ده دي مفاجاه، ده التركيبه بتاعتي. لا ده في حد غيرك متقدم وانت اتقدمت يوم 5 وفي حد مقدم يوم 3، فهنا انا مخلص معملي يوم 5. تمام. طب عندي الحته بتاعت الشفافيه زي ما قال الدكتور اسلام قال حته الشفافيه. انا بروح بقى اقدم في البوكس بغض النظر، انا برضو كقطاع اعمال بتاع الدوله بخش عند الدوله الاقي مصيبتي السوداء ان انا واقف في نفس الطابور، بس كمان بيخليني انا في الاخر. ازاي؟ يقول لي بقى انت مش كمان جاي متاخر ولا البوكس اتقفل ولا البوكس بتاع ايه؟ انت مالكش مكان في البوكس اصلا، في حين ان انا لما بناء على التسعير بتاعه انا بخش البوكس قبل اي حد، بناء على تسعير الدوله اقدر اخش البوكس مستريح، عندي ميزه تنافسيه مش موجوده عند حد، انا هخسر بيها لكن عندي ميزه تنافسيه والدوله مش عارفه تستغلها. طيب عندي حاجات كتير جدا جدا من ضمن الشركات اللي بتاخد البوكسات او بتحجز في البوكسات وبتسقعها. هل الكلام ده موجود او لا؟ اه موجود، واحنا شفنا الكلام ده. مش بقى مش شركات بقى التنافسيه بين القطاع الخاص والعام ولا التل والاستثماري ولا اخر، لا عندي شركات عالميه من حقها انها بتعمل ده. طب ليه بقى بتعمل ده؟ فوجئنا في بعض القرارات زي اخونا زي ما فكرنا كده مسعد ابو علي راعي التسعير في مصر، كان عمل قرارات كارثيه. محسن عبد العليم، عفوا، لا كان عمل قرارات كارثيه في فتره من الفترات، ان الشركه لما تيجي وخاصه الشركات اللي هي المالتي ناشونال متعدده الجنسيات دي، انها لما تيجي تعمل منتج في مصر، طيب انا ما انتجتوش في شركه مصر، يعني هو عمل منتج ليه شركه في القاهره وشركه في الاردن وشركه في كوالالمبور، فبالتالي هو ما انتجش في الشركه اللي في مصر لسبب من الاسباب، عندي الخط ده عطلان، فانا هجيبه بالسعر بتاع الاردن او بتاع كوالالمبور بسعر كوالالمبور، فانا من حقي هنا احافظ على المنتج داخل شركتي عشان اجيبه لك من بره بس بفرق الدولار بفرق اليورو، وده كارثه على صحه المواطن. انا مش هقدر انافس ده، يعني كمان المنافسه غير عادله. فهو لما بيجي يسجل بيقول لي طيب انا لما النهارده بيقول لي انت كشركه قطاع اعمال منوط بيك الدور القومي والوطني والكلام الكبير ده كله، طب يا عم يلا انا هشتغل، يقول لي طب ما انت ما اشتغلتش المنتج الفلاني بقالك سنه، وادي تاني سنه فخدت الانذار التاني فسحب مني المنتج، انا مسحوب مني خلال فتره قريبه 166 مستحضر فضلا عن فاضل حوالي 400 وشويه كمان هيتسحب. ليه؟ لاني مش عارف انتجهم. لاني عندي منتجات بتتكلم بلغه القرش وبلغه الجنيه الواحد وبلغه الاثنين جنيه، فانا حاسس ان كل منتج هعمله موضوع صعب قوي، في بون شاسع بين التكلفه الحقيقيه وبين التسعير اللي عندي، فضلا عن مش عايز سعر لي. مين المسؤول عن التسعير؟ ما هو برضو الوزاره ما زالت تتعامل مع مشكله الدواء مع المواطن المصري ومنظومه الصحه، عشان بس رئيس الوزراء ما يتفاجئش، يعني كلمه ما يتفاجئش دي بقت ماشي عشان ما يتفاجئش، يعني انها كلها اولها واخرها منظومه الاقتصاد داخل فيها من الالف للياء. هو لما راح معهد القلب لقى المنظومه يا عيني ولا كان في تقارير بتروح ولا كان في شغل ماشي في البلد ولا كان الدنيا، فاتفاجئ. فاول حاجه قال ايه؟ انا هربط مبلغ قد كده عشان كذا. طب ما تربط من الاول من قبل ما تتفاجئ، مش عندك تقارير وعدم. احنا بنقول لك يا ريس واحنا يا عم الحاج احنا عندنا مشاكل، ورحنا قابلنا الدكتور محلب 4/5/14
وقدمنا له دراسه وافيه. يمكن حضرتك اطلعت على الدراسه اللي احنا كنا عاملينها، كيفيه النهوض بصناعه الدواء المصري بدون ما الدوله تتكلف جنيه، وصناعه اليات توازن بين السوق، بين الناس المحترمين بتوع التولو والناس بتوع القطاع الخاص، كل الناس تقدر تشتغل والسوق مجال واسع، بس يبقى في اليات للسوق تقدر توازن، تبقى في صالح المريض مش في صالح شركه بعينها، مش في صالح قطاع كامل، مش في صالح كيان كبير يقدر نازل يستثمر في مش في اموال المصريين في دمائهم. ده كان كارثة ولم يلتفت اليه حتى تاني. ده للعلم يعني. اخيرا وليس اخيرا يعني، الفكره الاخيره في حته اللي قال عليها الدكتور علي في حته الانسولين. انا كان عندي شركتين في مصر بينتجوا الانسولين المستورد، احنا بنستورد الخام لحد النهارده، كلنا بنستورد الخام. كان عندي شركه اسمها شركه النيل، وعندي المصل واللقاح بتوع تمام كده. دول تابعين للدوله المصريه قلبا وقالبا. تمام. النيل قفلت الانسولين، والمصل واللقاح عشان بعض المشاكل مش قفلت بس بقى كمان المعمل بتاع الانسولين، لا كمان الحاجات بتاعه الفاكتور بتاعه الهيموفيليا. مرضى الهيموفيليا عندنا 11 حاله وفاه في اقل من 18 شهر. فطبعا ده بيقول ان في وضع كارثي، عشان اضطر استورد من بره. لصالح مين ان الدوله تتخلى عن امكانياتها الموجوده، بغض النظر انها ازاي هتدي فرصه للقطاع الخاص او تدي اليه، وازاي انها تستوعب القطاع الخاص والعماله اللي موجوده فيه، تستوعب شركات التولو والافكار الجديده الموجوده وطرق جديده للتشغيل، ده مهم جدا. لكن مقاومتها الاساسيه اللي من حقها انها تفرضها للدوله ده غايب، وانا اسف دور الدوله بيساوي صفر في هذا المجال. شكرا. دكتور يعني هي فكره مش برضه انا مش دكتور عشان ما بقاش منتحل صفر. لا هي الفكره والله مش ارتفاع الاسعار. طب ما انا لما ببقيش الدواء بشتريه باي ثمن، مش فارقه معايا بقى هيبقى ب 100 ب 150 انا محتاجاه. طيب انت عندك مشكله برضو كمان، معلش انا هقول لحضرتك على حاجه برضو، قلناها في اكتر من مكان النهارده. ممكن ما اشتريش طقم في العيد السنه دي لاولادي كلهم، تمام. وممكن في رمضان ما حدش عارف احنا بناكل ايه، فول النهارده اكلنا على مائده الرحمن. لكن اصعب ما يكون ان يقف المواطن ذليل قدام علاج، تمام. انا عندي مصيبتين، كارثتين موجودين في مصر. الاول ان انا مش لاقي العلاج لان الصنف مش متوفر، مفيش شركه عايزه تعمله، تبقى بقى للسياسات، تبقى للصراعات الغريبه اللي بتحصل، خلاص كده فضل لقيته ما معيش فلوس اشتريه. طيب لو قفل الكلام ده كله واعتمدنا بس على الخارج، ودي كارثه احنا عمالين نحذر فيها بقالنا سنين. خلوا بالكم ان احنا لو ما انتجناش دوانا، لو ما عملناش بحثنا العلمي، لو ما عملناش خامنا بايدينا، تكلفه دواء المصريين لو انتهى واندثر تماما دور الشركات الوطنيه قطاع عام قطاع خاص في مصر، تكلفتنا الحقيقيه للدواء هتوصل مش اقل بسعر 2015 240 مليار دولار. مفيش دوله في 240 مليار دولار. ده دراسه مش كلامي، يعني ننتقل من 30 مليار جنيه 240 مليار. ليه؟ تعال نشوف الدول. تكلفه علاجنا هتبقى 240 مليار دولار. وضع كارثي، مفيش دوله هتتحمل ده. في حين ان هو برضو بالمخالفه للدستور لما عمل الموازنه نقص ميزانيه الصحه. طب هي الصحه مش مهمه؟ لا مش مهمه. والتعليم مش مهم برضو؟ برضو الكلام في نفس الكلام في التعليم مش مهم. مفيش دوله في العالم جت تتقدم الا لما بصت على العنصرين دي، العنصرين دول، الصحه والتعليم. احنا الاثنين بسم الله ما شاء الله الاثنين بعافيه، واحنا مش عايزينهم يقوموا، ما عندناش فكر يقول جديد ان احنا هنقوم هذه. بغض النظر عن النعره النصريه اللي جوايا، لكن انا بتكلم بشكل عام للمواطن المصري. شكرا. طب انا معلش هسالك سؤالين خارج الموضوع. تفضل. يعني خارج ماشي تفضل. السؤال الاول وسريع معلش، في مصنع اسمه مصنع خاص بشركه مصر في طريق ابو زعبل. طريق ابو زعبل. طريق بلبس العش. احد الزملاء او الاصدقاء اللي عاملين فيه بيقول لي في مصيبه في هذا المصنع، في عده جرائم. هو المصنع ده انا السؤال الثاني عن الانسولين، ليه تيل واقفه تنتج الانسولين وليه فاكسيره واقفه تنتج الانسولين؟ معلش خارج، انا خارج الموضوع بتاعنا النهارده، بس الموضوع طيب. مصنع مصر، انا رئيس النقابه العاملين في مصنع مصر. تمام كده. مصنع مصر ده مع الاسف احنا مصنعنا الاساسي كان في ميدان المطريه القاهره، احد الضواحي بتاعه القاهره، الى ان سعر الارض هناك شكله بقى حلو وزغلل عيون بعض الرجالات. يقال ان ولاد مبارك في الموضوع، بعض الرجالات لجنه سياسات. فجينا من العام 98 واحنا بداوا ان هم يجهزوا ان احنا نمشي من هذا المكان تمهيدا لبيعه، قال لك اصله بقى في منطقه سكنيه، وكان انا اللي جبت المساكن عند المصنع مش المصنع. يعني ايه؟ انا اللي جبت المساكن عند المصنع، انا اللي جبته. انا كنت في حته صحراويه كانت منطقه صناعيه بالكامل اسمها شارع الشركات، وبعدين احنا امتداد شارع الشركات ده.
فلما عملنا المصنع ده فوجئنا ان هم عايزين يبيعوه، تم التقييم بالفعل ب 108 مليون جنيه علشان تتبني مجموعه ابراج اسمها مجموعه ابراج بيت العز، اتبنى منها جزء على انقاض شركه اسمها شركه القاهره للمنسوجات اللي هي تريكونا لو حد كان يسمع عنها يعني. تريكونا دي اتباعت بالكامل فاتبنى عليها مجموعه موجوده حاليا اسمها مجموعه ابراج بيت العز. احنا كنا هنبقى بيت العز الاصلي، البلك الكبير كان عندنا تمام. لما حصل ان في ثوره والقيام والناس قامت بشكل او باخر اصدقائنا، نفس الكلام اتحصل كان مع الشركه المصريه انهم يبيعوا الارض بتاع كورنيش النيل اللي هي كان تقييمها الدفتري 6 مليار جنيه، كان هيبيعوها بمليار الا 200 الف تقريبا او الا 180 الف. فالناس وقفت وباتت 6 ايام في الشارع، وكنا لينا نصيب ان احنا نقعد مع الناس ونقول لا ما ينفعش، فتم التغاضي عن البيع في حينه. لحد النهارده لما جم يعملوا المصنع ده، المصنع ده كان ليه اسباب كتير، منها نمره واحد لم يتم دراسه جدوى حقيقيه. اسمعوا مننا يا جماعه، لم يتم دراسه جدوى حقيقيه لانشاء مصنع دواء عالمي بيمثل اكبر واهم شركه دواء في مصر، لاننا اول شركه موجوده في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط، شركه مصر للمستحضرات الطبيه مصر. انا عندي برضو شايف ان كان جت يعني ثوره كده عارمه كده من قبل ايام مبارك، ان في ثوره هامه جدا تقضي على كل ما هو يحمل اسم مصر، النيل، النصر، الجمهوريه، الحاجات اللي فيها القوميات بتاعتنا الرمزيه المصريه، كان في هجمه عليها تمام. فانا كان من ضمن اهم الشركات اللي كان لازم تقف. انا عندي اهم شركه بتعمل بعض الخامات الطبيه او بعض محاليل مرشحات الكلى، شركه النصر واقفه بقى لنا 4 سنين اللي ما عنديش عامل بيقلع البلطو بتاعه. شركه العبوات الدوائيه واقفه ما تشتغلش خالص تمام. في شركه مصر اللي رحنا لقينا ان الموضوع احنا واقفين في منطقه عسكريه الاول تمام، فده برضو كخطر استراتيجي. لا ده انا كده في مهاب الريح. ثانيا بيئيا انا مرفوض، عندي غير عدم مطابقه بيئيا. عدم المطابقه البيئيه بتقول ان انا ورايا مصنع اسمه مصنع مصر للكيماويات الوسيطه اللي بينتج اهم منتج بتاع الحشرات اسمه بيريسول. فالعادم بيريسول كان بالدواء، لا ده العادم بتاعه كان بينزل عليه، فهم كانوا عملوا حاجه اسمها تغيير تيبوغرافية المداخل مش عارف ايه، تبقى اليمه الثانيه. نعم اه انا بقول لحضرتك اللي هو طريق 100، طريق 100 ودبابات مصنع في مصنع، اللي عنده مصنع بيتركتمجو المصنع. لا ده انا عندي كمان، انا مهمني ان كان الغاز المباعث عنده كان بيتقاس عندي بنسب عاليه، نسب الرصاص بتعادل 20 ضعف، كانت بتعادل 20 ضعف المسموح بيه على الغاز. ركز في موضوع الشيء، شركه دواء يسيروا، ده مصيبه كبيره يعني. فدي احد اهم العناصر. العنصر الثاني ان انا جنبي مصنع مهم جدا اسمه مصنع 200 دبابات. المصنع ده بيعمل الدانه بتاعه الدبابه وجزء من الميزر بتاع الدبابه، فلما بيعمل المنتج بتاعه بيطلع يجربه. لا ده غير قبل البواس كمان بيطلع يجربه، مع كل ما يضرب دانه المصنع عندي يتهز. يعني انا في اول شهر تشغيل البلاط بتاع المصانع اتخلعت، فقالوا طب احنا هنعمل حاجه اسمها تغيير اتجاه التبه، كله ميري يعني، هي برده الفكره ان كله بقى ميري يعني. فدي من الكوارث اللي احنا كنا بنقابلها. هل في جدول ان انا المصنع اصلا؟ لا. هل في جدول ان انا اتداين بكل الملايين دي؟ المصنع كلف كام يا زهر؟ هو لحد النهارده 248 مليون جنيه. ده عدى 300 مليون جنيه. 300 مليون جنيه احنا عندنا مديونيات في تحكيم لسه الاسبوع اللي فات ده، هم بعت لنا ان التحكيم جه لصالحنا. اه. فيوصل 248 مليون جنيه، احنا مديونين فيهم ب 222 مليون جنيه. تكلفة المصنع الجديد. تكلفة المصنع الجديد 248 مليون جنيه. اه. من زمان خلي بالك. نعم؟ خلي بالك من حاجة، نفس المشكلة بتاعت ان هو في منطقة سكنية القاهرة نفس الوضع. شكرا. القاهرة في عبد الحميد الديب نفس الكلام، سيد هيبقى نفس الكلام، احنا كلنا داخلين في هذه المنظومة. اسكندرية يبقى كده برضو، ولم ينتج الانتاج اللي يغطي تكلفة المصنع نفسه. وبعدين قيل بقى كارثة كمان في المصنع ده، ان المكن اللي تم شراؤه من ألمانيا للتشغيل اتشرى قبل ما المصنع يتعمل، فجي يركبه لقوا ان المواصفات المباني غير مطابقة لمواصفات المكن، وبعدين قطع الغيار قالوا لا ده انت شارين المكن من 5 سنين. ده مش 5 سنين، ده من 2004. انا عندي قطع، عندي ماكينات من 2004 قطع الغيار غير اصلا. ده حاجه قالوا احنا ما بقناش نعمل الطراز ده. الجدير بذكر يا جماعه ان شركه مصر اللي بيتكلم عليها الاستاذ محمود ديت ما فيش عمليه جراحيه يا استاذه اماني، استاذه بسمه. ايوه المصنع ده ما فيش عمليه جراحيه في مصر تتعمل الا بادويه الادويه المصنعه داخل شركه مصر. الناس بتستهتر بقطار اعمال، بتستهتر بصحه الدوله المصريه، يعني مفيش طبيب جراحه في مصر او عمليه طارئه تتعمل الا باستخدام سكسانال كولين والاتروبين ولا اخره من بدون محاليل. ومع ذلك الناس بتشك في الصناعه الوطنيه المصريه، وناس مهمله صناعه الدوله المصريه. شيء يعني شيء بشع. معلش يا استاذ محمود، الانسولين ليه توقف النيل؟ المعمل غير مطابق.
ده كلام الوزارة. يبقى نقفله ولا نطبقه؟ طيب انا برضو في محاولات المطابقه دلوقتي. طيب انا برضو كنت حضرتك تتذكر انا في يوم من الايام طلعت قلت كان عندي مصنعين معملين اتوقفوا برضو بالطريقه بنفس الطريقه دي. مصنع في اهم منتجين تقريبا بيعملوا قطاع الاعمال او اللي هم متداولين اللي مصر كلها عارفاهم، البروزولين اطرى في القاهره والكوليورينال في مصر. الكوليورينال ده هو الدواء الفوار الاصفر بتاع الكلى، اشهر حاجه كده احنا بنقولها بالبلدي الجماعه بتوع المناطق بتوعنا. فدول لما توقفوا كان ليا لقاء يوم خميس برضو، عايزين كان ليا لقاء يوم خميس على قناه صدى البلد وقلنا ان ده كارثي ان انا اعمل مصنع متكلف 30 مليون دولار وفي الاخر يقول لي اصله مش مطابق لان التكييف فيه نص درجه فرق وتكلفته هتكلف 5000 جنيه. فوقف المعمل، ما ادانيش فرصه، وقف المعمل. فمعنى كده ان كان في سياسه ممنهجه. فلما قلنا الكلام ده على الهواء راحوا يوم السبت اللي هو اجازه اصدروا قرار بفتح المعامل، واللي راحوا جابوا رؤساء مجالس الادارات من بيوتهم علشان يجيبوا ناس بعينها تشغل معامل عشان لما الناس تيجي من الحد يقولوا لا ما المعامل شغاله، في حين هم ناسيين هم لما بيقفلوا معمل بيقفلوه بقرار ولما بيفتحوه يقفلوا قرار، وقرار كانت معانا. لا وقرار كانت معانا فاحنا مش بنكذب يعني، هو هذا بيقول لك انا زمان حبسونا يعني واخد بال حضرتك يعني، هو لما بيقفل بقرار وناسي، ولما بيفتح فيروح يجيب 3 4 ويجيب زملاء من الاعلاميين ويقول لهم بصوا الناس بيقولوا ايه، احنا الناس شغاله، في حين ان احنا شغالين سبت احنا ما بنشتغلش السبت، في حين ان الوزاره ما بتشتغلش السبت واصدرت قرار السبت. لا ده النير كلام على شركه مصر مكان القاهره، القاهره في البرزولين ومصر في الكوليرودال، ونزلوا المنتجين وشغالين لحد النهارده. جاء دور دكتور اسلام، دور البطولة. دكتور اسلام عشان نحدد برضو ايه وظيفته. دكتور اسلام زميل صيدلي هو اللي بيروح الوزاره من قبل شركه من الشركات عشان يرخص او يسجل منتج معين، فهو عارف طريقه التسجيل وخطواته فروم اي تو زد. لكن دكتور اسلام، برضه زي ما قلت امبارح يا جماعه كلمت على الدكتور طارق سليمان، الدكتور سليمان مدح القرار مدحا كاملا وشاملا طبعا، هو طبيعي هو اللي ماضي عليه طبعا. انا هكمل بس عشان نعرف بس عشان انا احاول اللاب يا جماعه عشان احاول انا امثل دور الغائب الحاضر زي ما قلت. فقام ابتدع القرار وشاف انه يخدم الهدف الاسمى الا وهو صناعه الوطن الدوله المصريه. ابتدع القرار احد الزملاء عاملين في مكتب الوزير. اتصلت باحد مساعدين الوزراء السابقين انتقد القرار. اتصلت بالدكتور احمد ليلى قطاع الاعمال يعني ساب باب موارد، فقال لي انه القرار بيجي ببعض المميزات وبعض العيوب. اتصلت بالدكتور علي عوف، المفروض انه كان جاي النهارده ما اعرفش المانع بتاعه ايه. الدكتور علي عوف صار ثوره عارمه على القرار. الغريب في الامر ان زميل الدكتور محمود فتوح المتحدث الرسمي باسم الشركات طول امتدح القرار واثنى عليه في نقاط محدده عشان بس ابقى منصفين يا جماعه لو سمحتوا خليكم معايا. النقاط السادسه برضه موقف برضه يعني نقدر رفضه، ما انا عارف انه رفضه بس الحقيقه النقاط السادسه عشان عارفين برضه المكان اللي هو فيه الشخص المنتخب بيبقى عينه على نص القرار وعينه الاخرى على اصوات الناخبين، فدايما بيبقى مقيد في رايه يا استاذ محمود باصوات الناخبين. فالقبس هذا صارت يعني على القرار وخاصه بالذكر في نقدها على الصادرات الصغيره وتحمل الصادرات الصغير لكثير من المسائل، ان المسائل في الصيدليات او البدائل في الصيدليات هتزيد فتثقل عبء الصيدله الصغير. المفاجاه الكبرى، ان دكتور اسلام محمد قال ان الكلام ده غير مظبوط وانه بالعكس المسائل او البدائل هتقل في السوق المصري وفي الصيدليات، وبالتالي ضرب بكلام الخبر عبد الصيد عرض الحائط، وبالتالي جعل ثورتها ضد القرار غير مبرره انا بستعرض الكلام ده ليه عشان يعني اشرح لكم وجهات النظر المختلفه. تمام. الدكتور محمود فتوح ذكر يا دكتور اسلام في مميزات القرار موضوع التوالي يعني التوازي، موضوع التوازي بدل التوالي. تمام. وانا وبالتالي احنا نتصور انه هيختصر وقت ده المفروض يخلص في سنه. دي نقطه. النقطه الثانيه ذكر انه ينهي على قضيه كبرى يا جماعه، في حاجه اسمها قضيه تجاره
الملفات، تجارة الملفات. تمام. فدي برضو كانت دي بقى الحقيقية بقى كانت بتدخل السوق. تمام. لأنه حتى غير متخصصين يعني ممكن يروح الدكتور إسلام يرخص ملف ياخد له أي شركة أي اسم ياخد واحد تاني مالوش في ده يروح يضرب في السوق ويجري ويسبيعه ويجري. دكتور إسلام له رأي آخر آخر مختلف. نستعرض الكلام ده كله مع نجم الليلة الدكتور دكتور إسلام. بالمناسبة يا جماعة الدكتور إسلام غسل لي على الفيسبوك واتهم لي اتهامات والدكتور علي برضه يعني لكن انا بفضل الدكتور علي عوف برضه عشان الكبير تمام بس ده بيوسع صدري يعني. انا اشرح ليه اشرح ليه وبرضه هدرت على الاتهام برضه كتير جدا اشرح ليه اتهمت قال لي انك انت احد تلامذة او رجال لا لا انا قلت لك جالي اتصال قلت لك جالي اتصال بيقول كده رجال العزبي المخلصين الحقيقه يا جماعه الدكتور العزبي اشهد له انه في وجهه نظري فخر للصدر المصري من ناحيتين الناحيه انه عاطي صدرات العزبي عاطي هاي ايمج لصدرة في مصر وفي ناحيه الدكتور العزبي رجل من رجالات الصناعه في مصر كله بقى بيحس مصالحه ممكن نلتقطها ونتكلم في بشكل اخر وعلى المعترضين عليه انه يتخذوا الاجراءات القانونيه ضده كرجل رئيس صناعه الدواء غرفة صحة الدواء وكرجل مساعد قبل القاد كمساعد وزير الصحة كان سليمان مستشار وزير مستشار مش مساعد سوري مستشار وزير الصحة زي ما شكل الدكتور اللي برضه بتقوم بدور جميل جدا في توفير الدواء المصري اتفضل دكتور اسلام بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة الأول القرار ده هو أنا أول ما قريته أول ما شفته مش قريته زي ما اقول زي ما الناس كلها قالت في اللي طلع قال نقابه الطول قالت انه بيدعم الاستثمار وبيدعم التصدير وان الخطوات بتتم وانه مميز ومش عارف ايه في ناس قاعده بتطول خلي بالك في ناس قاعده بتطول بره لا في ناس مدحت في القرار في الاول في ناس مدحت في القرار مع انهم معارضين يعني مع انه احنا متعودين منهم انهم معارضين للوزاره هم مدحوا في القرار كانت غريبه يعني وقالوا او قبل ما القرار بينزل بيوم اثروا اشاعه ال 18 بوكس او 18 مسير فالدنيا كلها سابت القرار والناس نسيت القرار وبقينا ندور على 18 مسائل انا لما سمعت الاشاعه يعني القرار مش قصه مسائل بس لا لا لا, لا. القرار مش قصه مسائل هم حبوا يقول لك ان التغيير الجذري في القرار هو المسائل عشان الناس كلها تروح تفكر في المسائل وتسيب القرار اللي فيه انا قرار 296 بتاع التسجيل السابق انا فهمته بعد سنتين قرار التسجيل اللي هو 296 سنه 2009 انا فهمته بعد سنتين من القرايه بعد سنتين من الشغل ده انت بطيء قوي يا استاذ لا 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 اصل انت عشان توصل عشان توصل للمرحله الاخيره في التسجيل اللي هي الاختيار النهائي انت بتقعد سنتين ثلاثه ومش هتفهم القرار الا لما تسجل لان في ثغرات في القرار ما تاخدش بالك منها غير وانت رايح تسجل وتقدم الورق يقول لك لا ده في سطر هنا بيقول ان انت لازم تدفع الفلوس الاول ان انت مش عارف ايه ليه الكلام المايع اللي احنا بنسمعه ده اللي هو ايه بحد اقصى تمام فانا اول ما قريت القرار اول يوم ما بصيتش عليه بصيت على مشكله المسائل اللي هم اعترضوا عليها لان القرار طلع بالمشكله دي يعني قصه مسائل لا لا القصه قصه لا هو القرار لما اتعلن ما اتعلنش طلعت اشاعات قالت مسائل زائد 18 والجرايد كلها اتكلمت والنقابه الصيدله اتكلمت كله اتكلم ان المسائل زائد 18 قبل ما القرار يتعلن للناس خلاص انا جبت القرار يوم الجمعه من صديق يعني في الوزاره وقعدت قريته بقى يوم الجمعه تمام كان الكلام ده عقلي يوم الخميس قعدت اقرا يوم الجمعه لقيت بلاوي بقى رقم واحد القرار هو القديم يا جماعه كل اللي حصل ان الخطوات اللي كانت بتتم بعد الاخطار المبدئي خلاني اعملها قبل الاخطار هو القرار واحد وخطوات التسجيل واحده المفروض البلاد دلوقتي بالتوازي لا لا مفيش توازي خالص كل اللي حصل ان في السابق كان بعد خطوه الثبات اللي هي لجنه الثبات التسعيره ثم الثبات كان بعد خطوه الثبات دي يديني حاجه اسمها اخطار مبدئي دي اللي تضمن للشركه انها تصرف الملايين اللي جايه على الدراسات وفي الاخر اللجنه الفنيه تقول لها معلش مش عاوزه فبيديني اختار مبدئي بعديه بقى اعمل دراسه ام 300000 جنيه او 400000 جنيه واعمل دراسه ثبات طويله المدى واكمل بقى بقيه دراساتي بس بيديني ضمان ان انا ان مش هاجي في الاخر اتعرض على اللجنه الفنيه وارفضني هو خلاص وافقني في الاول في اللجنه في البوكسات وبعد البوكسات وافقني في اللجنه العلميه تيجي في الاخر لجنه ثانيه ترفضني يبقى اللجنه اللي فاتت دي مش تبعك يعني يعني انت وافقت عليها من الاول اللي هو البوكس انت وافقت عليها من الاول اصلا خلاص وقيت عليهم الاول ما تخلينيش اصرف الفلوس دي وعماله وموظفين ومناديب تسجيل راحه جايه وفي الاخر خالص بعد سنتين من التسجيل تقول لي اللجنه الفنيه مش عاوزاها عشان ملوش حاجه في السوق او في ناس زيه كتير او في حاجات زيه كتير طب ازاي الكلام ده مش حقيقي ده ما ينفعش ده هيخلي الشركات اللي هي متوسطه والصغيره بدل ما كانت بتسجل 10 ملفات في السنه هتسجل 5 طب الخمسه التانيين اللي هو سابهم مين اللي هياخدهم كبار او اللي عاوز يسقع ملف تسقيع الملف يا جماعه مش للمتاجره فقط
انا شغال في بيع الملفات وانا ببيع لشركات كبرى ملفات وباخد عموله على البيعه دي. يعني لما تيجي شركه عاوزه تبيع لشركه ملف انا اللي ببيعه، انا اللي بوصل الاثنين ببعض واخد عموله على الملف ده. فانا من مصلحه الملف ده القرار ده، لان بعد القرار الجديد الاختيار او الرخصه غليت، لان مطلوب من الجديد بقى انه يعمل الخطوات دي قبل الاختيار ونعمل حاجات تانية، فالرخصه غليت وحط شرط عليه انت لازم تتداول في السوق 3 سنين عشان تقدر تبيعها، فالرخصه غليت. اللي معاه اختار نهائي غالي دلوقتي، بدل مليون بقى ب20. الناس اللي انا معروض عندي 25 ملف للبيع من الشركات كلهم بلا استثناء قالوا يوقف دلوقتي هيغلي، مش يوقف عشان هو هيخسر، لو هيخسر كان قال لي بيع حالا، انما هو بعد القرار الجديد هيغلى بالظبط. البوكسات من الاول خالص تقسيمتها واللي حصل فيها وال18 مسيل ده كله مالوش اي لازمه ومش هيأثر. التقسيمه البوكسات الجديده مش هتزود المسائل او الاصناف في الصيدليه اكتر من 5%. ازاي؟ اللي حصل قبل كده كان بوكس 1 فيه تابلت اقراص وكبسول وفوار واقراص استحلاب. اللي حصل انه شال الفوار واقراص الاستحلاب حطهم في بوكس تاني. كانت عيب في القرار القديم اللي هو ايه، انا عندي زنتاك اقراص خلاص وفوار، ما كنتش بلاقي الفوار مصري، في فوار مصري زنتاك قليل خلاص، زنتاك الراني وواحد كمان مفيش كتير. ليه مفيش كتير؟ لان 12 واحد مسجلين الاقراص فقفلوا كل البوكس بالكبسولات بالفوار بالاستحلاب. يعني سجلت زنتاك اقراص، لو نزل زنتاك فوار اللي سجل الزنتاك الفوار ده ال 12 شركه اللي هم مسجلين الاقراص. اذا في كلتا الحالتين الاقراص موجوده والفواره موجوده، ما زادتش المسائل، ما زادتش كانوا قبل كده في نفس البوكس ال 12 شركه اللي بيسجلوا الفوار هم اللي بيسجلوا الاقراص. الجديد ان ادى ال 12 شركه تانيين تابلت الاقراص وادى 12 شركه تانيين الفوار، كده كده هيبقى في الكلتا الحالتين موجود. وايه اللي يضمن لك او ما يضمنلكش ان الشركه اللي مسجله الاقراص اصلا يوم ما يتفتح بوكس الاستحلاب او فوار ما هي اللي هتخش. انا كشركه كبيره مسجل زنتاك فواقراص ومكسر بيه الدنيا والسوق، انا كشركه عندي قسم ابحاث بتابع الايه الدواء بتاعي، يوم ما هينزل زيه جديد بره هكون انا اول واحد عارف اصلا واول واحد اخش البوكس واول واحد هحجزه. لو انا معايا فلوس هنتجه مع عيشه سقعه، بس هحجزه علشان خاطر ما يخليش مشاكل منافس تاني، لان انا عندي الاقراص. ما ينفعش يبقى المريض جاي هو وابنه، هو عاوز لنفسه زنتاك اقراص وابنه عاوز زنتاك فوار، اقول له معلش ايه ناخد شركه ثانيه، لازم نفس الشركه صح. فهو اللي عمله ان هو قسم الاثنين عشان يدي فرصه شويه للي ممكن ما يلحقش فيه، وفي نفس الوقت يمنع الايه اللي عاوز يحتكر الفوار في البوكس الايه الكبير، ما هو اللي معاه اقراص مش هيقدر ينتج الاثنين فبيزقع الفوار. هو ادى امكانيه لواحد ثاني ممكن يخش ما عندوش منتجات اصلا، يبقى ده اول منتج ليه يسجل الفوار وينزل السوق وفره. طيب انا كصيدلي في الصيدليه لما ينزل لي فوار من صنف هو عندي مالي الصيدليه قراص كده، الاصناف زادت في حاجه؟ ما اعتقدش ان المسائل كده اثرت على حاجه في الصيدله. في الصيدله اللي عاملين يشتكوا اللي زاد شكل صيدلي تاني، ده المريض وده المريض تاني. الصيدله تشتكي لو زادوا 18 زي ما هم فاهمين لحد دلوقتي، هم فاهمين ال 12 اللي جوه البوكس بقوا 18، هو فاهم ان في 6 شركات زياده زادوا في الماده الواحده في 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 البوكس الواحد. لا هو اللي حاسس زي ما هم، بس عادوا ترتيب البوكسات. مش هتاثر في زياده مسائل، لان المسيل اللي هيزيد شكل صيدلي مختلف. انا فولترين كريم عمل فولترين سبري، ده حاجه وده حاجه. في مريض عاوز ده وفي مريض عاوز ده، بس الشكل الصيدلي الواحد فيه 12 بوكس مفتوح. الشكل الصيدلي الواحد 12 بس، مش 18 يعني زي ما بيقول هم 12 زي ما هم، هم 12 زي ما هم. موضوع الاثنين قطاع الاعلام اللي زودهم هو زاد، بقول لك زادوا ايه؟ انا عندي 12 في البوكس، في البوكس الواحد من ضمنهم كذا مستحضر، تمام خلاص كذا شكل صيدلي، تمام اربع اشكال، فيبقى ممكن مثلا 10 شغالين على الاقراص واثنين شغالين فوار، بقى كده البوكس اتقفل خلاص، كده البوكس اتقفل خلاص. انا بقى عندي 12 هيخشوا فوار و12 هيخشوا ماشي، ما هو يبقى عندي اثنين هيزيدوا اقراص و10 هيزيدوا فوار. ما هو نفس ال 12 في الفوار كانوا هم ال 12 بتوع الاقراص. لا مش شرط، يقصد تعمل لاين اكستنشن، لاين اكستنشن قديم، فهو مش شرط بتعمل لاين اكستنشن وتفتح الفوار وهيدخل ناس تاني. يعني انا الاثنين اللي خرجوا من الفوار هيخش اثنين بدلهم اقراص يكونوا بيشتغلوا اول مره، فكده زاد منتجين انا هوفرهم، لان بس المحصله النهائيه عندي وفي المحصله، لا في المحصله النهائيه زادت، لا 12 قرص و12 فوار، في حين ان كلهم كانوا 12، لا كان 24. ما هو اللي بيسجل القرص من حقه يسجل فوار يا دكتور،
كان النظام القديم ده ايوه لاين اكستنشن فهم كانوا النظام الجديد في البوكس الكبير برضو في البوكس برضو الكبير كانوا 12 فوار و12 حضرتك كمل وبعدين نتكلم في هم قسمهم في بوكس جديد بس هم موجودين برضو ليه حضرتك ان الشركه هي بس بدل ما اداهم لشركه ثانيه النتيجه في الاخر واحده يعني كان 12 شركه بيسجلوا الاقراص والكبسولات والفوار تمام خلاص بقى 12 شركه يسجلوا الاقراص والكبسولات سواء 6 او 6 او 12 يسجلوا الاقراص ويقفلوا الكبسولات و12 تانيين يسجلوا ال12 بتوع الفوار قبل كده كان نفس ال12 بيسجلوا ال12 مش محمود يعني برضه هينزل 12 فوار برضه انا عندي فروم A to 12 كده من 1 ل 12 دول كانوا بيعملوا الزنتاك تمام الاقراص تمام والفوار تمام خلاص كده جميل بغض النظر انا بغض النظر انا كان عامه مش بتكلم يعني انا عندي طب انا هقول في الكريم بلاش الزنتاك ديك الفراكس عندي زنتاك تمام انا هقول زنتاك فيلم كنت تابلت كان موجود هو والتابلت في بوكس واحد تمام فكنت مسجله تمام فكان من حقي اعمل تابلت واعمل نون اكستنشن فوار اللي مسجل ده هو تمام من حقه يسجل التاني من غير بوكس قلتهولي ما انا كنت بقى في ال 12 كاس برضه ايوه ما قفله برضه انا هنقول المستحضر متوفر جدا زي البورتاليين تمام صح تمام الرومانيين الكبير ده فتح لي ايه خلاص هو ايه كان ايه موجود ايه اشكاله مثلا اللي كانت في البوكس الواحد كان عندنا زي امبول مثلا امبول ومرهم والبوكس الثاني خلينا في البوكس اللي بتاع البوكس الواحد في منه فوار وفي منه قراص حلو كده فوار وقراص ماشي تمام كده الاثنين موجودين مفيش حاجه جديده الاثنين موجودين 12 و12 فيهم 12 الاثنين فيهم 12 و12 تمام وفي الجديد 12 و12 برضه هي هي مش 12 و12 لا 12 و12 لا القديم كان 10 قراص واثنين فوار لا 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 10 قراص واثنين فوار ازاي يعني ما هو لو 10 قراص واثنين فوار البوكس قد ايه بص يا دكتور الاثنين اللي معاهم الفوار يقدروا يسجلوا الاقراص وال10 اللي معاهم الاقراص يقدروا يسجلوا الفوار حلو كده انا بقى يعني هم 12 و12 حلو كده جميل جدا أه. لكن لكام شركه ل 12 16 شركه انا كده بقى بس 24 مصنف حلو انا عندي 24 شركه بقى يخشوا انا بقى مضطر المهم في الاصناف في الاخر هتبقى كام 24 برضه انا بقى هنا كصيدلي مش انا انا أيوة. اصلا بقى بالظبط على الصيدليه بتاثر إيه؟ بتقول ايه انا لازم احط الرانتادين والرانتاك والزنتاك بحط كل المسائل في ده وفي ده فانا عندي 12 واحد يقدر يشتغل بيه في 12 اسم هيخش بدايه تجاري مش بالضروره هو مش بالضروره على الاقل على الاقل هتبقى نسبه بص دول 15% هتبقى لا ما تعرفش بشكل جديد فانت بص بقى دكتور عندك نسبه جديده كان فهيبقى لا 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 كان اللي معاه كان اللي معاه ال10 اللي هو يقدر يعمل كان يعمل الفوار كان يقدر يعمل الفوار انا عايز اقول لك لا لا بالظبط وهتبقى شركه واحده اللي هتفلس ما هيبقى الشركه الثانيه تعمله لان نفس ال 12 شركه اللي حاجزين الاقراص مش هيسيب فوار اللي كان عنده تابلت دوت كان من حقه يعمل لاين اكستنشن يعمل استشهد فاهم قصدي؟ ده بالعكس ده اداك فرصه ده اداك انت فرصه كان الاداره المركزيه لازم على الشركه ان البوكس ده بتاعها هي ادى لحد تاني فرصه مش هتقبل ده بالعكس ده ميزه ليه هو في القرار ده انه يمرر القرار يقول دي ميزه للشركه مش للصيدلي للشركه لا وللصيدلي بس انت هتعرفها بعدين لان ال12 مسجلين الفوار هم ال12 ما زودش مسيح ما زودش دكتور ما زودش بسيطه هي بسيطه جدا ما زودش والله كان اللي عنده مثلا بورتالين تابلت تمام في النظام القديم كان يقدر يعمل اريثروفاست اللي هو ديسبيرسو تمام دلوقتي اللي عنده بورتالين تابلت على النظام القديم ما يقدرش يعمل ديسبيرسو تمام كده يعمل العكس يقدم عليه بوكس جديد هيخش على بوكس جديد يعني هو اللي كان قديم وقدم على اللاين اكستنشن كان يدخل دلوقتي دلوقتي لا لازم تتوفر في السنه لا لو هو عمل لا لو استدام محتاج لو عمل دلوقتي هترفض بس استدام جه هو الموجود هو مش هيعملها الا اذا كان هينزل السوق ويشتغل مفيش حد بيعمل صنف يا جماعه بيخسر كده كده مفيش شركه بتعمل صنف بيخسر يعمل الصنف اللي هينزل السوق ويشتغل يبقى هينزل عند الصيدلي وهيشتغل مفيش كده يبقى انا بكتر عند الصيدلي بس انا بعد الدور في صيدليه ومشاكل الصيادله في المرتجعات والاكسبار والكلام ده كارثه كارثه 50% منهم برضو من مشاكل الصيادله نفسهم انا عندي في الصيدليه ما بزنقش نفسي لاخر السنه واطلع عندي اكسبار بالكميات اللي هو بيتكلموا فيها دي يعني برضو الموضوع يعتمد على الموضوع يعتمد على اثنين احنا عاوزين نتكلم في الصالح العام خالص الصالح العام خالص اللي هو الشركات كلها والصناعه كلها والمريض تمام النظام اللي حصل ده البوكسات ما اثرتش في حاجه زي ما هي اللي احنا كنا نأمله في القرار يعني انت شايف وتؤكد انه مش هتزيد لا لا مش هتزيد بنسبه لا لا انا قلت 5% مثلا عامل رعب عليك الشكل اصلا عايز شكل صيدلي تاني خالص لمريض تاني فرسلام في تهديدات بتقول انه ده كان ده الدكتور بصفته عضو في النقابه عارف انه النقابه ممكن تصعد ب
تمام فرد فعلها لدرجه غلق الصيدليات ردا على هذا القرار. مش هيحصل مش هيحصل. انا صح انا عندي صيدليه ومش هيحصل. مش هيحصل مش هيحصل. انا مبرر موجود ولا مش موجود؟ لا 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 مش موجود مش موجود. لا مش موجود. ولو رفعوا طعن ولو رفعوا طعن باسبابهم دي هيترفض.